وقد شهد معرض سيتي سكيب البحرين 2022 مشاركة خليجية وعالمية متميزة، وذلك لموقع المملكة الاستراتيجي الجاذب والحاضن للمشاريع العقارية. وقد عكست هذه المشاركة الواسعة من قبل العديد من الشركات الكبرى بحرصهم على التواصل المباشر مع المستثمرين والمشترين إلى جانب إيجاد الحلول العقارية البديلة والمتميزة. في أكبر وأضخم حدث عقاري على مستوى المنطقة، حظي معرض سيتيسكيب البحرين بمشاركة واسعة من قبل العديد من المستثمرين والخبراء في القطاع العقاري من كافة دول العالم للاستفادة وتبادل الفرص فيما يتعلق بالاستثمارات العقارية. استقطاب المعرض العقاري سيتيسكيب لمشاريع من مختلف دول الخليج والعالم والبحرين بشكل خاص، هذه دليل على انتظار العقاريين والمطورين جميع لمثل هذه المعارض العالمية لتسليط الضوء على مشاريعهم للعالم أجمع. طبعا المعرض يعطينا اكسبوجر حق أكثر الشركات الشغالة في البحرين والعالمية، وإن شاء الله نكون جزء من هالنجاح حاليا في المستقبل القريب. اعتقد ان ده اول معرض سيتي سكيب في البحرين، فده طبعا فرصه لينا احنا برضو نتقابل العملاء في البحرين المهتمين عايزين يستثمروا في لندن. دلوقتي بنعرض لكم يعني المشروع الجديد تبعنا في ويمبلي، ده المرحله الاولى من في خمس مراحل في المشروع، بس ذس از ذا فيرست لونش. مشينا وبصينا على كل المشاريع والمطورين من البحرين، ولا الحاجه رهيبه جدا يعني، الديزاين والتشطيب ممتاز، لا it looks beautiful يعني. لاحظنا تواجد العديد من الشركات العربية والعالمية في مجال العقار، وأيضا لاحظنا وجود زوار عربيين وخليجيين لهذا المعرض. هالشيء يدل على أن البحرين بيئة حاضنة وجاذبة للاستثمار العقاري. يعد معرض سيتيسكيب البحرين المختص في المجال العقاري منصة وفرصة للتواصل المباشر مع المشترين وإيجاد حلول سكنية وعقارية ابتكارية، حيث تم استقطاب الآلاف من الزوار للاطلاع على ما تم تقديمه في هذا المعرض الأول من نوعه في المملكة ليلبي جميع الاحتياجات التي تتواءم مع مختلف الأذواق والرغبات.